تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتداولين معرض أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل إطلاعكم على أهم أحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. هبطت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين إثر التهديدات بعدم المقتلة اليونان من تسديد الديون في الوقت المحدد. هذا ولم تتكل المحادثات بين كل من أثينا والاتحاد الأوروبي يوم الأحد بالنجاح. أما المؤشرات الأسهم الأوروبية فقد أغلقت يوم الاثنين مسجلة خسائر ملحوظة. السيولة المالية على اليونان تقترب من الانتهاء، في حين أنه يتوجب عليها أن تدفع في 30 من الشهر الجاري صندوق نقد الدولي 1.6 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك فإن مدة البرنامج المساعدة المالية الدولية بقيمة 245 مليار يورو سينتهي في يوم ذاته. سجل ستوك يوروب 6 هبوطا بمقدار 1.2%. هبط مباشر نيكا يوم الثلاثاء بمقدار 0.2%، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار فيما يتعلق بالمسألة اليونانية. كما أعلن وزير المال الياباني أنه على الرغم من أن العجز التجاري كان قد انخفض في شهر مايو، إلا أن ارتفاع الصادرات بحسب التقييم السنوي كانت قد تباطأت، وذلك الشهر الثاني على التوالي لتساوي 2.4%. أما في يوم الأربعاء فقد تم نشر بروتوكول اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بان بإبقاء سعر الفائدة على مستواه الفائت. هذا لقد أكدت جارت إلي أن مجلسي ما يزال يعتزم على رفع الفائدة في هذا العام. فيما لو أبدى الاقتصاد نتائج جيدة، هبط مؤشر الدولار الأمريكي ICI بمقدار 0.7%. أما كل من مؤشر SP 500 وداو جونز فلقد أضاف كل منهما 0.2% لرصيده. فقد مؤشر نيكي يوم الخميس 1.1%، وذلك لقد حدث ذلك على خلفية تحسن سعر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عقب اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولقد بدأ بنك اليابان اجتماعه ذو اليومين، والذي لم ينظر بداية بأن بتغييرات ملموسة في السياسة المالية. انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بشكل ملحوظ، وذلك عقب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية، والعكس التوقعات سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا. أما في آخر أيام الأسبوع الجاري الفائت سجلت الأسعار الصويا انخفاضا، بيد أن أسعار الفيوتشرز عليها كانت قريبة من تثبيت حدود القصوى الأسبوعية، ويعود السبب في ذلك إلى مخاوف من تخفيض الإنتاج المادة هذه في أمريكا. على الرغم من انخفاض أسعارها خلال جلستي تداول الفائتين، تستعد أسعار الذرة إغلاقها في الإيجاب بمقدار 1% وفقا لنتائج الأسبوع، لتكون بذلك قد استعادت نصف الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع السابق. من المحتمل أن يصل سعر العقد الآجل على القمح انخفاضا بمقدار 3.5%، ليكون إجمالي الخسائر مع الأسبوع الفائت مساويا 6%. أما فيما يتعلق بهذا الأسبوع فإن ننصح الانتباه إلى اجتماع اللجنة الأوروبية والتي تغيرت سياسة الهم المتعلقة بالمسألة اليونانية، كما أنه سيتم نشر بيانات متعلقة بالبطالة في أمريكا خلال الأسبوع، وذلك في يوم الخميس، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في الأسواق العمولات. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Market. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.